السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن تحليل أداء الدولي المغربي أشرف حكيمي في المواجهة التي جمعت بين منتخبه المغرب ومنتخب مالاوي. طبعا على حسب رأيي الشخصي فهو أشرف حكيمي فهو رجل مقابلة عن جدارة واستحقاق أداء بطولي، أداء جيد من ناحية الهجومية والدفاعية، وسوف نرى في هذا الفيديو كذلك إحصائيته. لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو لك كل جديد. والبداية بالنسبة لأشرف حكيمي، اليوم كان رجل المباراة بسبب الأداء البطولي الذي قدمه والهدف الجيد والتاريخي الذي سجله. طبعا سوف نرى جميع إحصائيات وسوف تتفاجأنا من إحصائياته على مستوى الهجوم، أنه مهاجم وليس مدافع. فهنا نشاهد إحصائية على مستوى الدفاع، تدخلات ناجعة بنسبة 100%، اعتراضات 1، وأخطاء الذي ارتكبها 1. وسوف نرى الآن إحصائيته على مستوى الهجوم، حيث سدد 5 تسديدات على المرمى، فيما 4 في مؤطرة في المرمى وتسديدة 1 في القائم. صنع فرصتين، تمريرات 65 تمريرة بدقة 82%، لمس الكرة 99 مرة، أخطاء الذي حصل عليها خطأين. طبعا عندما نشاهد إحصائية على مستوى خط الهجوم نلاحظ أنه كان فعالا اليوم وكان رجل المباراة، وكذلك اللاعب سفيان بوفال قدم أداء جيد، لكن أنا أظن أن أشرف حكيمي فهو رجل المباراة بسبب الأداء البطولي والجيد الذي قدمه. وبالنسبة لتقييم اللاعب فهو 9.5 كأعلى تقييم في المباراة وكرجل المباراة. نتمنى أن يستمر في هذا الأداء الجيد والبطولي من أداء أشرف حكيمي الذي قدم مستوى جيد في هذه المباراة وفي المباراة السابقة. لا تنسوا الاشتراك ولايك الفيديو، وإلى اللقاء.